الله. كان ليا فيديو انا سابق، هيظهر الرابط بتاعه فوق دلوقتي، كنت بتكلم فيه على الدورة دي خاصة بالخدمات، ده سواء للخدمات الشركة الخدمية او حتى الصناعية اللي بتقدم خدمات، او المقاولات خاصة للمقاولات عايزة شغل. ولعل اللي انا هقوله دلوقتي حي يعني حي هيحل برضو كانت اشكاليه بتواجهنا، خاصه موضوع الكول سنتر. الكول سنتر مكتفنا شويه، فاحنا حولنا الشغل على ايه، على التاسكات والاكتيفيتيز. جيد، يعني انا مش هعلق كتير، مش هتكلم بالتفصيل كتير، لان الفيديو الاولاني يغني، لان انا اتكلمت بتفصيل تماما. بس انا عايز اقول على حاجه هنا، ان انا النهارده لما باخد مشروع جديد، هفترض ان انا عندي كومباوند، والكومباوند عباره عن مراحل، وكل مرحله عدد من الفلل، وطبعا كل فيلا ليها مراحل معينة هتتم. جيد، متفقين على ذلك. انا محتاج في بعض الشركات بتحتاج ان احنا نتعامل على مستوى الفيلا او على مستوى الدور. جيد، فانا حامل ايه، البروجكت موجود عندي وخلاص، واتكلمنا ده فيما فيه الكفاية، وعارفين ده بيحتوي على ايه. بعد كده المراحل هتكون في التاسكات، المهام المفروض اعملها. المفروض انا اعمل ايه، عندي مرحلة اولى، دي ده هيبقى التاسك الاولاني، عندي مرحلة تانية التاسك التاني، عندي مرحلة تالتة التاسك التالت. وتحت كل ده الجروب، تحت كل تاسك هحط عدد الفيلل، فيلا رقم واحد، فيلا اتنين، تلاتة، اربعة، عشرة، اتناشر. ده لو انا بتعامل على مستوى الفيلا، انما لو انا بتعامل على مستوى المرحلة فممكن اكتفي بالتاسكات. خليك معايا واحدة واحدة. يبقى انا عندي في التاسكات هقول دي المرحلة الاولى، وكل فيلا يعتبر تاسك لوحده، تحتها يبقى انا عندي الرئيسي المرحلة الاولى، وفرع منها التاسكات، وكل فيلات مختلفة. ده طبعا ده هتكون التاسكات مربوطة بالبروجكت، تاسكات مربوطة بالبروجكت ده. بس انا عندي اكتيفيتيز، دي اللي انا بعمله في الشركة، ده حر. يا زي ما انا هنا كامباني متقسم بروجكت، والكامباني ليها اكتيفيتيز، هخلي الاكتيفيتيز بتاعتي اللي انا هعمله، هخلي التشطيب، وهعمل حط اساسات، واعمل الكهرباء والسباكه، دي عباره عن الانشطه، بحيث ان انا اقدر، لو خلينا بقى نربط هنا بالسيستم، ان انا اقدر وانا بعمل ماتيريال ريكويست، اقدر من هنا انا عايز ماده معينه، اي ايتم من عندي. جيد، السلك ده عايز منه كمية، بقدر من خلال هنا احدد، اقول له هنا اقدر اقول له لاني فيلا تاسكات، اقول له للفيلا رقم كذا، واقول له انا هعمل ايه، نوع الاكتيفيتي ايه، هعمل تشطيب فيها او هعمل عملية السباك. جيد، يبقى هنا قدرت ان انا اوسع شوية. الكول سنتر موجود عندي برضو، يعني الكول سنتر هي مربوط بالبروجكت بتاعي. لو انا عندي البروجكت محدد، هو حاليا ده باي ديفولت، هو انا اقدر ان انا على طول اربط ده، اقدر استخدمه بعد كده، هنشوف فين استخداماته. بس انا كان يهمني ان احنا شرح دلوقتي كمجال مقاولات، خلينا ننقل من كول سنتر، ننقل على التاسكات، وننقل على الاكتيفيتيز. يبقى التاسكات للشغل اللي طالبه العميل مني، والاكتيفيتيز دي خاصه بي انا، انا بقدم ايه بغض النظر عن العميل، دي حرة، ده السيرفيسز اللي انا بقدمها بغض النظر مين العميل. واقدر طبعا، خلينا نبص بصة كمان، ان احنا نتكلم من خلال التايم شيت. احنا قلنا يعني الفيديو الاولاني اكدت ان مادام بتشتغل في خدمات، شغلك لازم يكون من خلال التايم شيت، لازم باي طريقه، ما خلال شهري، اسبوعي، يومي، ما يوم مش هتاخد حاجه. يعني انت عشان تعمل تايم شيت يوميا مش هتاخد حاجه مع الموظف، لو كل موظف عمل تايم شيت لوحده. فين هنا التايم شيت؟ اقدر هنا بقى من خلال التايم شيت ان انا اسجل الاكتيفيتي، يبقى الراجل اشتغل في اني، ممكن اضيف كمان التاسك اهو، يبقى انا اقدر احدد لما هو يقول لي انا اشتغلت، يقول لي انا نعم، خلينا مؤقتا هنا كده اتنين، ده لازم يساوي عشرة زي ما احنا عارفين اهو. يبقى انا عندي الموظف الفلاني
دي في انا في فيديو تاني بشرح فيه، لعلي انا لسه هسجله بس هيظهر ان شاء الله لما اخلص هسجله هيظهر عندكم فوق، ان هو هربط ما بين الفيديو الاولاني والعملي. يبقى انا الموظف عندي على طول بيكتب اسمه هنا، بيبتدي يقول لي انا كنت في اني، هو مباشره بكتب البروجكت الاول من هنا، هيقول احدد انا في اني تاسك او اني فيلا كنت شغال فيها، وهنا اقول له كنت بعمل ايه. يبقى هنا هيبقى اسم الفيلا، رقم الفيلا، وهنا كنت بعمل فيها عمليه سباكه كهرباء هكذا. ماشي، بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمه الله.